انا نفضل تغني انا اهواك واتمنى لو انساك وروحي معاك. اولي 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 انا والله لا لا انا ماشي يعني ضد, ولكن هذه لا فوا ديالها عجبتني, انا عجبتني لا فوا صراحه. الذوق الاذواق تختلف على الاخوه ديالي. انا قلت لكم هنا الراسيزم باين, انا غادي نقول لكم علاش الراسيزم, غادي تشوفوا الراسيزم علاش. انا نعنصر شويه, لا حول ولا قوه الا بالله. لي فوغ دارت لي فوغ مغربيه, دارت لي فوغ اش ولي فوغ الرب الزين دوزك ضحك علينا ولا واش حنا مغاربه ما فاهمين مواعين مقارين ولا اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم الاخوان دياولي, مرحبا بكم عندي وانا مرحبا بيا عندكم, معكم عادل بن دحو في قناه عادل بن دحو. لا رياكشن طبيعه الحال, رده فعل فوالا, اغلبيه ديال ردود الفعل ديالي كتكون على الموسيقى وطونزونطون كندير شي حاجه اخرى مغايره فوالا. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا واحد البرنامج ديال دودام ديال ستار لايت, المواهب المغربيه. ايوا وغادي نشوفوا ردود الفعل ديال الحكام فوالا في واحد الفيديو اللي كانت في واحد المواجهه ما بين مغنيه من كوت ديفوار ومغنيه مغربيه. غادي نشوفوا ردود الفعل ديال الحكام وكيفاش يعني الاختيار غيكون صعب الاخوان دياولي, وبعض المرات مام كتكون شويه العنصريه فوالا. وغادي نشوفوا جميع, يلا ما تمشوش بعيد الاخوان دياولي. ماذا بكم واحد الابوني, واحد تعليق, واحد جام, هذا طلب وليس امر الاخوان دياولي. بدونكم ما كاينش, بدون الدعم ديالكم القناه ديالنا ما كانت ايفولوياش فوالا. ما تمشوش بعيد من بعد هذا الانترو. عادة حنا كنتفرجوا عرب ايدول, ذا فويس, كتكون واحد شويه ديال العنصريه, الحكام كيكونوا من جنسيات ولا المترشحين كيكونوا من جنسيات. غادي نستقبلوا شيماء اوراق ممثله مدينه سلا. فوالا ممثله مدينه سلا طبيعه الحال مغربيه مستقره في المغرب منذ ازيد من 13 سنه, اصل ديالها من ساحل العاج. شيماء غدا تواجه هاد الليله فلوغ 13 عام الاخوان ديالي فلوغ هادي يعني راه ماشي غير مغربيه, راه فايته مغربيه, راه ولات غادي تواجهوا باغنيه محسوبه علينا المفاجاه. فصفص ديالهم غادي يبدا دابا الفصفص المواجهه. علي طلق البارود شحال يهضر, كثرت الهضره بزاف, ما تجيب خضره اخوان ديالي حكاستاي نستمتعوا. غادي نشوفوا الاخوان ديالي قبل ما انا بغيت هاد المواجهه هذا, بغيتكم تشوفوا يعني وتستمعوا بنفسكم يعني كيما نقولوا شكون اللي مجهد على الاخرى فوالا, ونشوفوا في الاخر الحكام ردود الافعال ديال الحكام, هذا هو اللي كيهمني انا. ويلي 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 It's more than just a game I give all to you. لحد الساعة راهم متقاربين المترشحات. والأدمع فكرك القاتل بالواك
خصكم تعرفوا عبد الحليم حافظ يعني هادو مقاطع ديال عبد الحليم حافظ يعني دخلوهم شويه في ديال الغربي، ولكن هذيك كنتكلم على كوت ديفوار بسهلاج هذيك يعني صراحه يعني كنعرفوا بالله الاجانب لا لونغ ماتيرنال ديالهم يعني ماشي هي اللغه العربيه ولا الدارجه، ومع ذلك انها غناتها بواحد يعني غناتها بطريقتها، ولكن لا فوا ديالها دو فوالا والعراب هذا هذه هي. انا قلت لكم واخا شو يعني اللغه العربيه ديالها هي ماشي هي لا لونغ ماتيرنال ديالها، ومع ذلك غنتها يعني حلوه تتحد الاحساس الحلاوه. ويلي انا نفضل تغن انا اهواك واتمنى لو انساك وروحي ولاك اويلي انا والله لا انا ماشي يعني ضد هذيك الفن كتغنيها حتى هي المغربيه يعني مزيان ما نكذبوش على ربي، ولكن هذه عجب لا فوا ديالها عجبتني، انا عجبتني لا فوا صراحه. الذوق الاذواق تختلف على الاخوه ديالي مجاده تاعي المغربيه العرب العرب كنت ديفا مرتاحه كتغني مرتاحه يعني ديجا كيما قلت لكم الماده الخام ديالها لا فوا ديالها المقامات ديالها عاليين يعني ودو في نفس الوقت الاحساس فوالا المغربيه حتى هي كتغني مليحه ولكن كدير واحد لي فورم فوالا باغيه تعلاش شويه على مولات الكوت ديفوار، ولكن انا بالنسبه لي مولات الكوت ديفوار طوب واعره طوب يعني ما نهضرش عليها غناتها يعني بجوج مغناو مليح مي كوت ديفوار احسن. فوطيت يا ربي تسمح فوطيت كنتمنى ما نظلم حتى شي واحد وكنتمنى لهم التوفيق بجوج. انا فوطيت ويا ربي تسمح لي يعني هنايا كيقصد انه فوطا ضد العقل ضد لا لوجيك يعني مشى لواحد الطرف وحس براسو انه ظلم يعني باينه واضحه كاين الشمس الاخوان ديالي رفعوا على الضوء ديالو هو نعمان لا قام يهضر شو نعمان داير غير هكا نعمان مسكين يضحك لا نعمان كيعطي الضوء ديالو لشيماء لا والله شوف والله ماشي انا قلت لكم هنا الراسيزم باين انا غادي نقول لكم علاش الراسيزم غادي تشوفوا الراسيزم علاش انا العنصريه شويه لا حول ولا قوه الا بالله امينوكس كيعطي الضوء ديالو لشيماء كذلك يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي عندك امينوكس وعندك الاخر نعمان الحلو انا بالنسبه لي عنصريين ولا ماشي عنصريين يعني هذيك الوطنيه دخلوا فيها الوطنيه يعني فوالا كيقولوا ظالم او مظلوم رانا معاك يعني مغربيه رانا معاك فوالا وهذا برنامج ديال المواهب يعني الموهبه اللي احسن من كيقولوا له موهبه اخرى جوج ديال الاضواء فرحات دارت هي براسها تشوكات مترشحة أسماء تشوكات لا ماشي أسماء منور يقدر يكون حاسم آوي يقدر يكون حاتم حاسم عمار
فلور تو كيمشي الفلور جوج ديال الادوار الناس لي لوجيك اسماء ملور فنانه محترمه راه شو وبقى لينا الدوزي ناس الضوء ديال الدوزي ناس كيفهموا في الفن ما عندهمش حساسيات ونطخ جوج ديال الادوار عند فلور فنانين نطخ هادو فنانين نطخ محايدين هادو هما اللي يعجبوني الفنانين اللي محايدين فلور الضوء ديال الحاتم كيمشي الفلور وبالتالي هي اللي كتأهل لمرحلة ديال الفصفص الحاسم هادو هما المغاربة وإلا فلا مغاربة اللي فوالا اللي كاينش ما فيهمش عنصرية ما فيهمش حزازيات ما فيهمش التخرويض ما فيهمش المهم جميع كاع ما عرفتش كل واحد والنية ديالو أنا بالنسبة للفنان اللي صوتوا ضد هذيك الأخر الكوت ديفوار اللي صوتوا ضدها يعني ربما عندهم شي الله أعلم بعلم كل واحد ما تقدرش تعرف الفنان واش في راسه شيماء جوج ديال الأضواء قبل ما نودعو شيماء نعمان شنو اللي خلاك عطيتي الضوء ديالك روح اسمع روح اسمع شونت تري بيان ايل سي كو شونت بيان شيماء ايل سو ديفون بكي اونغلي عندها واحد الحرب مع ذاتها باش تنجح موا جي جوجي لي فور لا بريستاسيون ايتي جوست مانيفيك برافو بور فو دو ميرسي شكرا نعمان امينو كنت عطيتي الضوء شوف المقدم البرنامج دخلوا الشك حتى هو مشى مباشره عند العمال كيفاش عطيتي الصوت الاخر ما عطيتيش خصها قال له لي فور دارت لي فور شيماء دارت لي فور يعني واش نتا حنا في البرنامج ديال لي فور ولا برنامج ديال الميور كيغان هذا راه سان برنامج كيما نقول البروغرام هذا الميور كيغان لو ميور كي قال الرب الزين واش تقول لي دارت لي فور يعني ما لقاش السبب ما لقاش الادله باش يعني يبرهن على الاختيارات ديالو لي فور دارت لي فور مغربيه دارت لي فور واش لي فور الرب الزين ضحك علينا ولا واش حنا مغاربه ما فاهمين مواعين ما قاريين ولا حشومه كاع عيب وعروس البرنامج ديال لو ميور كي كان صاي ميور كي كان فوالا تقول لي انت كيقول له انا دارت لي فور دارت مغربيه دارت لي فور هذا واش جواب هذا يعني وقال لي اللي راهم بزاف اللي فاتوا هنا داروا لي فور مساكن وخسروا لانك تلاقاو مع المترشحين او المجهدين عليهم وتجي انت يا تل هادي ما بين مغربيه وكوت ديفوار تقول لي دارت لي فور انا البرنامج غنديروه حنا لي فور اللي جاي يدير لي فور انا غنمشي انا ما عنديش صوت غنمشي نحضر البرنامج وندير واحد لي فور باش نغني ما عندي لا صوت لا والو نتقاتل وكذا ومنا بالنسبه لي انا الا كان هو في الطاوله ديال في الحكام راه ناجح انا غادي ندي ستار لايت ولا تنديها بلي فور ديالك شيماء سا سو فوا كيلا في بوكو دي فور هذا مي فو مدام فوزيت comment dire vous êtes ça هو قال لك راه سا سوا كلا في بوكو دي فور مي مدام لوتر لا دار واه لي فور واش راه برنامج لي فور اميزين شكرا امينوكس شكرا نعمان امينوكس هذا تاو شكرا غادي نودعوك ونتمنوا لك التوفيق ان شاء الله شكرا شكرا لك شيماء هاد شو الاخوان ديالي شي بخطرات انسان كيخرج على صلب الموضوع وشي بخطرات الانسان كيكزاجيري في الوطنيه ديالو حنا كنحبوا بلادنا ونحبوا ملكنا ونحبوا ناسها ونحبوا كلش ولكن يا مومو الانسان خصو يكون واقعي وخصو يكون نوتر عاوتاني شويه ما بقاوش كثروا فيها بزاف لواحد الوطنيه لواحد الدرجه انك كيما قلت لكم ظالم او مظلوم حنايا راني معاك طابي معاك راني حشومه عيب كيما اسرائيل كيما اسرائيل لي زوكسيدونطو يعني الدول الغربيه كاملين راهم معاها يعني ظالمه ومظلومه وهي ظالمه وراهم معاها فوالا يعني لا سيفيليزاسيون لو كولتور دخلها فيها لا سيفيليزاسيون لا كولتور تو 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 هادشي كامل كذلك هنا تبع هو المغربيين ان نفس لا كولتور الوطنيه كذلك نفس البي نفس هذين ولكن حشومه بعض المرات هذا برنامج ديال المواهب ماشي شي امم متحده ولا هذه ولا السياسه ولا دابا واه بختار لا ميور كي قال سيتو تبقى تقول لي انا لي فور دابا كيقولوا انفيتيكم المغاربه
تجيو تحضروا انتما في هذا البرنامج وديروا لي فوق، وان شاء الله غتنجحوا مع السي نعمال. علي وتحياتي الاخوان.